مرحبا، انا دكتور جورج كارلر، المدير التنفيذي ومؤسس اليات الافكار. يسر كيف ان تعلن افتتاح عياده الانهيومن لخدمه جيرسي سيتي. يبدو انني اهبط للاسفل. يبدو قطر كلبان. سأذهب لأرى من ذلك. الآن نجاني خرام خطيرة وغير طبيعية، مرض نصف بشريين، حتى أن الدكتور المبجل مانر لم ينكر إهمال الأفنجر. تم رصد الهيومن في المنطقة وفقا للفقرة الثالثة من بروتوكول الهيومن الجزء الثامن والثاني. يرجى عدم التحرك بين المدن الأحصنة. ماذا؟ يوجد واحد هنا؟ لا بأس يا عزيزتي. اكتمل الفحص. لم يتم رصد حمض الهيومن النووي. شكرا لتعاونك. إذا أردت تقييم الفحص اليوم يرجى إجراء الاستيفاء على موقع إيم الإلكتروني. شكرا. حدث هذا للدم؟ حسنا، لا يوجد هيومن، ربما مجرد تفتيش عشوائي. كاب، مر وقت طويل. تايني دانسر، أعطيني هذا. مهلا مهلا، إلى أين تذهب؟ إلى المنزل. حقا؟ وصلنا للتو. إيه، أتشرب؟ لا لا شكرا. ماذا؟ تبدو مهذبا. أنا أختصر الوقت وحسب يا رفاعة. واعد فتاة. اختصار. زاك تفقد حقيبته. حسنا، لطيفة. هل تريد عودتهم؟ ها، حتى يقتلوا المزيد منا. ماذا؟ لا 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 لا. ما الأمر إذن؟ ها، أيشجعك الإنهيومنز؟ بحقكم متعاطفون أخبياء. زاك كفى يا صاف. هل أنت بخير؟ إنها واحدة منهم. ماذا؟ يا رجل، هل أنت بخير؟ ما خطبكم يا قوم؟ أريد العودة إلى المنزل وحسب. ماذا تفعل؟ كان أخي الصغير هناك في إيدي، كتب أشياء مريعة عن كابتن أمريكا. لم يكن خطأك. بل خطأهم جميعا. أصبح غاضبا وغريبا، ثم أسروه بعيدا. مهلا تريث. الآن قد مات. لقد مات. لا تدعها تلمسك. لنرحل. هيا لنذهب. لا تلمسيني. ماذا؟ أنت تايني دانسر، ماذا أفعل؟ ماذا تقولين؟ أرجوك دعيني أذهب. هي. أه.
علي أن أتحرك. إذا قبضوا علي سأضعون صورتي على هذا الجدار. طريقي للخروج. هناك العديد من الحراس أمامي. قالت اذهبي إلى الحديقة وقالت قابلي تايم دانسر. هذا غباء غباء غباء. أو سجن أيم. هيا تم رفع حركة. سحر المجاري. ها أنا بي. هذا مقرف. وصلت طائرة الآن محاربة في المجاري. اذهب إلى هناك إذن الآن. سأقبل المزيد من الأشخاص. جاري تجهيز الهروب. أخبرني بمجرد أن تراها. أولى إنهم يتقدمون.
دفع القمامة لم يكن في خطتي اليوم. أرسلت إيم بشرا للبحث عني أيضا، ويمكنهم الانتقال. يبدو الطريق آمنا. محال أن تكون الجاسوسة. ما زالت تشكل عائقا. لا زالت تشكل. أوه جيد، استيقظتي. أعتذر بشدة، السينثويد كانت تتبع بروتوكول الأمن. سرقة معلومات سرية مخالفة خطيرة. مونيكا، أمهليها لحظة. مهلا، ماذا يحدث؟ إلى أين تأخذونني؟ لمكان آمن. عذراً. لا أشبه كثيرا نظير المجسمة ثلاثي الأبعاد. حيلة للتعامل مع الشركاء. دكتور تارلتون؟ بجسده. لماذا اخترقت خوادمنا؟ لم أسرق شيئا. عما كنت تبحثين؟ العلاج ربما؟ كمالا، إن إيم تهدف إلى تحريرنا من أن نكون تحت رحمة الهيمنة، مجافاة بالموضوعية. القوى غير المحدودة خطيرة بل مميتة. أيدي مثالا ممتازا، أنت محظوظة لبقائك حية بفضل التكنولوجيا. سنصلح ما أفسدوه. يمكننا إعادة حياتك الطبيعية لك. انظر، خمنت كلمة المرور حسنا، لم أظن أنها ستفلح. من الواضح أنها عنيفة، لابد أن العدوى تزداد سوءا. ماذا؟ لم أقصد إذا أحد. بالطبع لا. ما الوضع إذا فقدت السيطرة مجددا؟ ماذا سيحدث عندما تؤذين أحدا تحبينه؟ حتى الأفنجرز عانوا بسبب عجرفتهم. هل كنتما هناك؟ أقصد عندما مات كاب، شهدتما؟ أجل، ولحظي مونيكا وجدتني في جناح القيادة. صيغتها للتجدد أنقذت حياتي. هيا كمالا، لنفعل ذلك. حسنا، دعي إيم تساعدك. سأجرب حظي. هيا يا جورج، أحضري الفتاة الآن. أحسنت يا كمالا، كشفت أنك من الإنهيومن. يا للغباء، فيما كنت تفكرين؟ ها؟ الانضمام للمقاومة وتصبحين بطلة؟ لن أعود إلى دياري. أمي وأبو سيتعرضان للعقاب. لقد أخفقت. ولاية تويوتا، قاعدة شيلد القديمة، ستعرف المقاومة ما يجب. تبت ايش تسبق الآن ولا تبقى؟ لا تفعل.
الخروج من البلدة. حسنا، لنفعل هذا. نادوا العون. أوه عظيم، هذا ما أحبه. Down your jersey.